اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده. وكالعاده احنا النهارده الخميس بنبدا حلقتنا بفقره اخباريه ونكمل مع بعضنا بقيه الفقرات. الفقره الاخباريه الحقيقه النهارده فيها اخبار مهمه ورئيسيه. يمكن الخبر الرئيسي الاكبر والاول هو الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده حسب متحدث باسم رئاسه الجمهوريه السفير بسام راضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بعمل والبحث العلمي طبعا والقائم بعمل وزير الصحه والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. الاجتماع ده تم تناول فيه امور حقيقه مهمه جدا للمواطنين بقطاعاتهم المختلفه ومهمه ايضا كمان للساده الاطباء. المتحدث الرسمي صرح بانه الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسيه في قطاعي الرعايه الصحيه للمواطنين والجامعات والبحث العلمي، يعني الموضوعات الصحيه المتعلقه بوزاره الصحه والسكان وبوزاره وزاره التعليم العالي وكمان بعض الشؤون المهمه اللي هنقولها او قرارات مهمه تتعلق بالجامعات الاهليه. يمكن القرار الرئيسي والمهم جدا او التوجيه الرئيسي والمهم جدا في هذا الاجتماع اللي هو انه سياده الرئيس وجه ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية جديدة من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء لا سيما من التخصصات الطبية النادرة مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية وكمان وده الأهم تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. الخبر ده الحقيقة يهم يعني مش أقل من 228 230 240 ألف طبيب موجودين في وزارة موجودين في مسجلين في نقابة الأطباء منهم 189 أو حوالي 190 دلوقتي ألف طبيب بيعملوا في القطاع الحكومي. وبالتالي احنا بنتكلم دلوقتي على شيء كتير من الناس كانوا بيطالبوا بيه وأطبائنا بالتحديد وخاصة احنا عندنا معدل هجرة عالي للأطباء حسب يعني نقابة الأطباء عندنا في حدود 120 ألف طبيب مصري في الخارج. وجزء من هذا السفر طبعا جزء منه هو التحصيل العلمي وجزء اخر هو الدخل المادي. سيادة الرئيس النهارده وجه بهذه الامور ذات يعني الاهميه الكبيره جدا فيما يخص الساده الاطباء. طبعا سيادته برضه وجه باشياء اخرى واستعرض حاجات ثانيه منها الوضع الحالي لفيروس كورونا، منها المبادرات الرئاسيه المختلفه سواء كانت 100 مليون صحه او علاج فيروس سي او العمليات العاجله قوائم الانتظار اللي هي صرفت لغايه دلوقتي 11 مليار و600 مليون والرئيس اضاف عليها النهارده 600 مليون. كل دي امور حقيقه انا مش هستفيض فيها لكن حد فرصة أكثر طبعا لأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وبنرحب بيه معانا على التليفون. أهلا يا دكتور محمد. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا أستاذ ضياء؟ ازيك يا دكتور محمد؟ واسمح لي يعني أدعو لسيادتك بكل التوفيق لكل المهام الوطنية الجليلة اللي بتقوم بيها. ربنا يحفظك يا فندم ودعم حضرتك. دكتور محمد انا يمكن بدات بالخبر المهم اللي هو بيهم قطاعات كبيره جدا من الاطباء اللي هو توجيهات سياده الرئيس بموضوع الاوضاع الماليه ومنظومه ماليه جديده والتكليف ومنظومه التكليف. ايه اللي دار في هذا الشان بالتحديد وهل دي احمل بشاره لزملاء اولادنا ويعني اخواتنا من الاطباء الجدد؟ انا بشكر سيادتك والحقيقه كان اجتماع في منتهى الاهميه وكان اجتماع يعني ضم الحقيقه يعني موضوعات كثيره جدا جدا تخص كل يعني مكونات الرعايه الطبيه. استاذ ضياء الرعايه الطبيه زي اي منظومه فيها نوع من العمل هي ليها ثلاث مكونات. المكون الاولاني هو المؤسسه اللي تقدم الرعايه الطبيه على كل المستويات. تكون مجهزة، تكون متكاملة، تكون فيها قدرات وإمكانيات حديثة تقدر تقدم الخدمة اللي هي دي حاجة قلتها في وسط الكلام بيئة العمل. هي بيئة العمل دي جزء منها لأن طبعا الطبيب سلاحه المؤسسة يعني وما يعمل به في داخل هذه المؤسسة. هي الموضوع كله هو عبارة عن تطوير شامل
وكامل نتكلم تمام على احدث ما يمكن. نعم الخط بيقطع شويه، حضرتك سامعني يا دكتور محمد؟ المكونات بتاع المؤسسه تمام، كمؤسسه كمستشفى او مركز طبي او وحده رعايه طبيه الى اخره. والجزء الثاني هو من يقدم هذه الخدمه زي الكوادر البشريه ومن ضمنها الاطباء. والحاجه الثالثه بقى اللي هو المريض اللي هو تقدم له هذه الخدمه. صحيح. الرعايه او التوجيه او المناقشات كيفيه ان الثلاث مكونات دول يكونوا في ارفع مستوى. صح. واحسن قدرات واحسن مستوى عالمي ومجهز، وحتى لما بتطلب اجهزه احنا عايزين احسن حاجه في العالم. يعني ده دايما يعني نص ما يقوله سياده الرئيس. صحيح. فالنهارده الاعتناء بمن يقدم هذه الخدمه الطبيه. وسيادتك تعلم ان طبيعه المهنه الطبيه او عمل الاطباء ده ليس عمل روتيني او تقليدي او اداري. قطعا. ده مكون مهم جدا، بيعني اهم شيء في حياه الانسان واهم شيء في الوطن اللي هو الانسان وحياته يعني. فلازم يقدم الخدمه الطبيه بكل دقه، ملوش وقت معين، ملوش ساعات عمل معينه. صحيح. في ظروف طوارئ كثيره جدا جدا. الاهتمام بهذه القضية أو بهذا المكون في منتهى الأهمية. يعني أنت بتهتم بيه بتقول له إنها الدولة رغم ظروفنا المهمة جدا واللي بنعاني منها كلنا، إنما الدولة أيضا بتنظر إلى كيفية رعاية مقدم هذه الخدمة اللي هم الأطباء وكل الكوادر البشرية، سواء رعاية طبية، رعاية مادية، أو رعاية مؤسسية. لان انا اكون حقيقه اقدر اشتغل كويس وانتج كويس واجيب نتائج كويسه لما اكون بعمل في مؤسسه مؤهله. مظبوط. وفيها كل الامكانيات اللي اقدر اقدم بيها الخدمه. طب دكتور محمد لو حضرتك سامعني؟ سامعك يا بيه. طب في الاطار ده يا فندم احنا بنتكلم على مقدم الخدمه، ومقدم الخدمه هنا بالتحديد الاطباء. حضرتك التوجيه الرئاسي النهارده طبعا هو ما هواش يعني امور تفصيليه حتى الان، لكن الروح العامه للتوجيه كما قراناها من الاتحاد السياسي عندنا رؤيه في هذا الموضوع ورؤيه كبيره جدا لتبناها سياده الرئيس ونفسي اوجه بيها. الاطباء بيعملوا مثلا في يعني ناخد شق منها. نعم. الاطباء اللي بيعملوا في محافظات بعيده او محافظات نائية محتاجة انه يسافر ويروح ويجي ويقيم ويصرف على الإقامة بتاعته والكلام ده كله. الحقيقة ما كان يقدم ما كانش كافي في هذا. صحيح. فأنت بتوديه حتة مطلوب منه خدمات ورعاية طبية، ثم مطلوب منه يعني حتى أبنائنا الأطباء اللي هم الشباب انه مثلا يزور أهله مرة أو مرتين في الشهر. في هذه الظروف كان المرأة والمرتين دول يكلفوه نص مرتب. مظبوط. تمام يا فندم. مظبوط. النهارده كيف تقدم له هذه الرعاية؟ وكيف تحفزه ان يروح يشتغل في هذا المكان؟ تحفزه من حيث الدخل بتاعه، وسيلة التنقل بتاعته، المبطشيات اللي هياخدها، المكان اللي هيشتغل فيه، هل فيه القدرات لهذا ولا لا؟ الحاجة الثانية الدكاترة بتاخد مبطشيات. يعني معظم الدكاترة اللي هم الشباب النواب بياخد مبطشية، يروح العمل النهاردة الساعة 8 الصبح يقعد يشتغل لغاية ثاني يوم الساعة 3 بعد الظهر. ولو لأي ظروف في الدنيا فيها شغل كتير أو حد من الزمايل تغيب لأي سبب بيقعد يطبق مرة ثانية. طب بياخد قد إيه؟ هي دي النقطة. وهل هذا المبلغ يغطي تكاليف هذه الخدمة اللي هو بيعملها ولا ما يقضيش؟ فهي دي نقاط كلها سوف تراعى في حزمة الخدمات أو حزمة الدفع بتحسين يعني دخل الأطباء في هذا الشهر. طب اللي قاله في التوجيه يعني كما نقله المتحدث الرسمي لسياده الجمهوريه هو انه تعديل منظومه تكليف الاطباء بالكامل.
ده النص اللي استخدمه، ايه اللي هيحصل بقى؟ يعني النظام ايه اللي هيتغير فيه؟ جايز سيادتك تقول ان الطبيب اللي هيكلف يكلف كام سنه؟ يعني يبقى عارف عقد بينه وبين الدوله مده التكليف قد ايه؟ في هذه المده ايه الخدمات اللي انا ممكن اطلبها منه؟ وايضا ايه الامكانيات ممكن اديها له؟ سواء على مستوى الجزء المادي لو ده جزء منه، الجزء التعليمي، الجزء التدريبي، الحصول على شهادات التخصص الى اخره. كل ده هيتعدل يعني كاملا. يعني بتدرس لسه. بتدرس. يعني منظومه التكليف بتدرس، يعني في اقتراحات مثلا. يعني كان في اقتراح ان مده التكليف تبقى 5 سنوات. فهي سيادتك لازم ابقى عارف في هذه المده الطبيب هتديله ايه؟ يعني انا ما بقولش مقابل، لان انا بعتقد ده مش مقابل. صحيح. هنديله ايه تحفيزي خلال هذه المده اللي بيخدم فيها البلد وبيخدم فيها المرضى، ثم كمان اساعده في انه يحصل تاهيل علمي وفني وتدريبي واكاديمي في هذه المرضى. ممتاز. طيب الجزء الثاني من الاجتماع، وده مهم جدا طبعا، سياده الرئيس استعرض مع حضراتكم وسيادتك والدكتور خالد عبد الغفار وطبعا الدكتور مصطفى مدبولي نتائج تطبيق المبادرات الرئاسيه المختلفه، سواء 100 مليون صحه، سواء القضاء على قوائم الانتظار، الحالات الحرجه، سواء فيروس سي، يا ترى، او سواء دعم صحه المراه والاكتشاف المبكر للاورام، يا ترى ايه النتائج الرئيسيه او ايه التعرض وايه التوجيهات الرئاسيه في هذا الشهر؟ النتيجه الاولى ما تم في هذه المبادرات حتى الآن. هذه واحدة. تمام. الحاجة الثانية ما مبادرات جديدة. يعني احنا مثلا كنا بنتكلم في فترة معينة على صحة المرأة. واكتشاف أهم أورام تصيب السيدات زي أورام الثدي أو مثلا أورام عنق الرحم أو أورام أخرى. تمام. لكن احنا عندنا بخريطة الأورام في مصر. طبعا الزيادة في الأورام مش معناها إنها بلد عندنا أورام أكثر. لا. احنا عدد السكان بيزيد طبعا، العمر المتوقع باذن الله والحمد لله زاد، طرق التشخيص لهذه الاورام اتحسن، فاذا احنا هندخل جزء جديد من الاورام، مثلا زي اورام الرئه، اورام عنق الرحم، اورام المثانه، عده اورام اخرى اللي هي وجد النسب فيها في مصر او ترتيبها في عدد الحالات اكثر، فدي هتبقى خدمات جديده اخرى، مبادرات جديده. المبادرات الاخرى مستمره. يعني سيادتك مبادرات 100 مليون صحه مستمره، وانعكاسها ايجابي جدا، لانك انت اكتشفت اورام، اكتشفت حالات صحيح. كان عندها امراض هو المريض نفسه مش عارف. مظبوط. فانت النهارده بتكتشف هذه الامراض، وكل ما عالجتها مبكرا كل ما النتائج كانت احسن، وقللت الاحتماليه بتاعت المضاعفه.